الجمال ولا الغنى؟ الجمال طبعا. ها اخترتي ايه؟ اخترت الجمال. يا نهار ابيض، حد يسيب المال ويختار الجمال؟ يا بنتي انتي هبله، انا مش فاهمه ازاي انتي بنتي. يا ماما الكل بيتنمر عليا وانا بصراحه زهقت. يا حبيبتي الجمال جمال الروح، المهم الفلوس. اتنيلي غوري. الحقوا يا بنات، اوحش واحده في المدرسه جت اهي، دي لا باين عليها لا مال ولا حتى جمال. اسمعوا يا بنات، المدرسة تعمل مسابقة أجمل بنت، واللي هتفوز هتحصل على جوائز مادية كبيرة جدا. أكيد ما بتفكريش تشتركي في المسابقة لأنك وحشة وأكيد هتخسري. أيوة هشترك، المسابقة قربت وأنا لسه ما بقتش جميلة. بيظهر 1 2 3. ايه ده؟ انا لسه وحشة ما تغيرش حاجة. ما انت غبية، قلتلك اختاري الفلوس، فادك في ايه بقى الجمال دلوقتي؟ خلاص بقى يا ماما انا ماشي، المسابقة بكرة، هعمل ايه؟ انا كده هخسر. الحقوا يا بنات، شوفوا مين اللي جاي مسابقة الجمال. هي اكيد غلطت في العنوان، تلاقوها مفكرة مسابقة اوحش بنت. المسابقة ابتدت وانا اللي عليا الدور.